الخطوه ده. السيد الاستاذ الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج. السيد الاستاذ الدكتور احمد علي نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب. السيد الاستاذ الدكتور احمد عزيز وكيل كليه العلوم لشؤون البيئه وخدمه المجتمع ومقرر المؤتمر. وباذل مجهود كبير جدا في هذا المؤتمر. الساده زملاء عمداء الكليات ووكلائها، الساده الافاضل ممثلي الاحزاب السياسيه بمحافظه سوهاج، الساده اعضاء تدريس، الابناء وبنات الطلبه والطالبات، الحضور الكريم، اهلا وسهلا بكم. في البدايه يسرني ان اقدم لحضراتكم جميعا تحيه عاطله لتشريفكم لنا في رحاب جامعه سوهاج. ارحب بكم في هذا المؤتمر الهام الذي سيناقش باذن الله افاق التنميه في محافظه سوهاج. مما لا شك فيه ان دور الجامعه في اي اقليم من اقاليم وطننا الحبيب يجب ان يكون دورا ملموسا يشعر به المواطن في شتى مجالات الحياه. لتكون الجامعه بحق بيت الخبره ومناره الاشعاع الحضاري في ربوع الاقليم الذي ينتمي اليه. ومن هنا جاء سعادتي بانعقاد هذا المؤتمر لنناقش فيه هذا الموضوع الحيوي الهام الذي يعتبر من اهم الاهداف الاستراتيجيه لجامعه سوهاج. نعقد هذا المؤتمر لننظر فيه الى المستقبل بعيونكم. بعيونكم انتم ايها المشاركون الاجلاء لنحقق امال وطموحات ابناء المحافظه في تنميه حقيقيه وواعده صناعيا وزراعيا. نناقش معا تحديات ومعوقات التنميه في هذه المنطقه. ونحاول ان نضع حلولا علميه وقابله للتطبيق للتغلب على المشكلات الحقيقيه التي تواجه الاستثمار في محافظه سوهاج. نحاول ان نخطط لنعيد محافظه سوهاج لخريطه السياحه في مصر. ونواجه مشكلات التنميه السياحيه سواء كانت في البنيه الاساسيه او في النواحي الامنيه او غير ذلك. ننظر في هذا المؤتمر الى تلك المساحات الشاسعه من الظهير الصحراوي لمحافظه سوهاج. لنواجه بإرادة صلبة تحديات التنمية في هذه الأراضي الشاسعة لنقدم للمجتمع أوراق عمل تساعد في التنمية الزراعية والصناعية. وأود في نهاية كلمتي حتى لا أطيل على حضرتكم أن أتمنى لكم مناقشات جادة ومثمرة تحقق الأهداف التي أقيم لهذا المؤتمر من أجلها. وأن تخرجوا توصيات تكون عوناً سابقاً لمتخذ القرار لتنفيذ التنمية المستدامة في محافظة سوهاج. مرة أخرى تحياتي لكم جميعا وتمنياتي لكم بالتوفيق وتوصيات هامة فعالة ملموسة لسعادة المحافظ سوهاج للأخذ بها إن شاء الله. وهو أمس كان في مستشار رئيس الجمهورية طبعا حسين سعادة المحافظ اتكلم في هذا الموضوع ودخل الجامعة الجديدة هناك وأسيبه هو عشان لحاجة تخصه برضه حتى يعني بالصدفة كان جاي معايا كان مجلس أعلى للجامعات أول أمس جاي في نفس اليوم أمس معايا مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة فاحنا استغلينا الموقف واخدناه الجامعه الجديده ووريناه مشكله الطريق الجديد فسعاده المحافظ يتولى هذا الموضوع بصفته وهو مسؤول عن هذه الحكايه وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للسيد الاستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعه على هذه الكلمه الشامله. سيدي